السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. كاين واحد المشكلة يعانوا منها الناس خوتي، هي المشكلة انت تجي ترسل نقاط نتاع السويت والد الى منصة بايبت ما حبش تسلهم النقاط. فكنوري لكم كيفاش الطريقة. ندخلوا الى تيست والد بهذه الطريقة خوتي. مثال عندنا النقاط 3.42، نديروا هذه خاوتي بهذه الطريقة خاوتي باش النقاط يطلعوا لنا الفوق. خاوتي هذوك ولات عندنا 5.51 نقطة نتاع السويت. من بعد واش ندير؟ ندير ارسال او التحويل، بعد نختار عملة السويت، بعد واش نجي نجيب الرابط نتاع المنصة، ندخل بايبت، وبعد نروح للسولد، وبعد ندير ايداع، وبعد واش ندير؟ نضغط الايداع عملة الرقمية هي، وبعد نختار عملة السويت، هاي خاوتي السويت. وبعد ندير النير، ها هي خوتي النير. بعد ننسخ هذا الرابط، ندير نسخ، بعد نرجع للمحفظة ونجي هنايا ندير لصق وندير تأكيد. دوكا خوتي دوكا جاتنا معناها صحيح، هذايا العنوان تاع المحفظة مليح أو صحيح. ندير تأكيد. مثال ندير ماكس او ماكسيمو، ندير التالي، ومن بعد ندير السحب بهذه الطريقة خالتي. سيتم التحويل النقاط نتاع السويت والد الى منصة بايبت بهذه الطريقة. نستناو شوية تم التحويل خاوتي. تم التحويل النقاط. دوك يلحقوا الى منصة بايبت حوالي 5 دقائق او 10 دقائق. واش دوك يلحقونا النقاط؟ نرجع لكم. وين النقاط هذا خاوتي؟ تم وصول النقاط من محفظة التواليت الى منصة بايبت بهذه الطريقة. مهم خاوتي بهذه الطريقة باش تقدر ترسل النقاط نتاع محفظة تاع السويت والد الى منصة بايبت بهذه الطريقة. مهم اللي عنده اي مشكلة ولا عنده اسفة خلينا التعليق اسفل هذا الفيديو. اعجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.